ضمن سلسلة حملات التوعية يلي عم بتنظمها جمعية بربرة نصار لدعم مرضى السرطان، تم تخصيص شهر تموز حول توعية من أجل هذا المرض الخطير، ولكن حول جانب معين فيه وهو مرض الساركوما أو سرطان الأنسجة والأطراف. لنحكي أكثر عن هالموضوع، أسباب هذا المرض كيف بيصير، وخلينا نقول مسبباته وسبل العلاج. رح يكون معنا ضيفنا الدكتور ألان ظاهر، وهو متخصص في علاج الأورام الخبيثة وأمراض الدم. بدي رحب فيك دكتور. مرسي، أهلا فيكم. مرسي، أهلا فيك دكتور. يعني بالبداية إذا بدنا نحكي شوي عن الساركوما أو سرطان الأنسجة والأطراف، هو مرض شائع بالبداية هذا النوع من السرطان أو لا؟ الساركوما أو أمراض الأنسجة والعظم هن أنواع أمراض سرطانية. بالطبع هن منو مرض شائع ونسبتهم كتير قليلة جدا. هودي الأمراض في أيام ما كتير الأطباء هودي ممكن نقدر نعرفهم أو نكشفهم دغري، ممكن يقطعوا ما يتعرف عليهم لا الطبيب ولا المريض بالبداية. بقى مشان هيك هودي الأمراض شوية اختصاص فيهم كثير دقيق، لانه ما بنشوفهم كل يوم وما هم مرض شائع. ممكن نقدر نشوفه انه هو بشكل تقريبا 1% من السرطانات عند الكبار. عند الاطفال اكيد بالنسبه اعلى بشوي، بس انه مثل ما عم بقول لك هو مرض نادر ما بنشوف منه بصوره دائمه. طيب حكيم، اليوم شو مصدر او ابرز مسبباته لهالنوع من امراض السرطان؟ وخلينا نقول مين الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه فيه؟ هلا مثل كل انواع السرطان اغلب الحالات ما في مسبب للسرطان، ما بنعرف، هو مرض بتصير بدون ما يكون في له مسبب مباشر او مسبب فعلي. بس بالامراض الساركوما الحالات نادرا، مش الكل اكيد، بيكون في ريسك فاكتور، يعني سبب مش ضروري مباشر بس بيزيد، هو فاكتور ريسك بنسميه نحن، بيزيد انه احتمال ينصاب هالمريض بهالنوع من السرطان. هو اكثر شيء بنسميه على سبيل المثال الاشعه، راديشن ثيرابي. في كثير ناس بيبقوا اخذين اشعه بحياتهم من قبل بسبب كان مرض او بسبب غدد لمفاويه، اللي بيعملوا بيضطروا يعملوا علاج بالاشعه. هذا العلاج بالاشعه هو ريسك فاكتور لامراض الساركوما، وبيطلع الساركوما بنفس الريشيو بنفس الموقع اللي هالمريض اخذ فيه هالاشعه. وبذكر انه اكيد مش دغري بتبين القصه، بتبين بعد 5 سنين واكثر من تعرضه لهيدي الاشعه. في غير ريسك فاكتور فيكون جينيتيك، جينيا وراثي، كمان نادرا جدا انه يكون وراثي بس موجوده. في مثلا نوع النيوروفيبروماتوز، في امراض وراثيه اسمه ليفروماني سندروم، بسبب انه هالمريض يعمل سرطان بحيال عمر. في كمان فينا نقول اذا زياده نوع ادويه كيماويه او ادويه بنستعملها بتعليب البلاستيك وهيك، في يكون لها اسباب تكون هي ما عم بقول اسباب، هي ريسك فاكتور، يعني منا مباشر، هي بتحفز او بتكون بتزيد الاحتمال بالاصابه. طب فينا نقول انه في انواع للساركوما؟ يعني في انواع للساركوما او في خلينا نقول كمان اوجه اختلاف بيناتها اذا كان في كذا نوع؟ اكيد الساركوما هو منه نوع، احنا بنسميهم في الامراض الوسيطه الساركوما، امراض الانسجه والعظم. فينا نحطهم كلهم بفرد عائله الساركوما او الامراض النسيجيه الوسيطه، بس ما بيشبهوا بعضهم. يعني في عنا 50 نوع للساركوما ما بيشبهوا بعضهم، بس نحن بنسميهم بفرد عائلة. وهلا الشيء اللي هو بدي اقول لك الشيء اللي هو بارتيكولير اللي هو سبيسيال بالساركوما، انه ما بنسمي المرض باسم العضو بالجسم. يعني اذا مرة عندها سرطان بالثدي بنقول عندها سرطان بالثدي، عندها سرطان بالرئه عنده سرطان بالرئه، بنسمي بالكولون بالراس بنسمي السرطان حسب الاورجان حسب العضو. بالساركوما ما بنسميه حسب الاورجان. يعني هذا الشيء يعني مثلا وقت بنعمل مثل ريجستري للامراض السرطانيه بيكون في ساركوما بالرئه، بحطوا سرطان رئه، هو العكس، هو نوع ساركوما بنسميه باسمه النسيج اللي بلش فيه. يعني ان كان
ليبوساركوما جاي من نسيج دهني، اذا كان اوستيوساركوما جاي من نسيج عظمي، حسب النسيج البدائي اللي انطلق منه مش من العضو اللي هو فيه. فهذه التفاصيل اللي موجوده عند الساركوما مش موجوده بغير سرطان. ما بنسمي نوع السرطان باسم العضو اللي هي فيه، بالعكس بنسميه باسم الخليه البدائيه اللي انطلقت منه. هي فيها تنطلق من الدهن ليبوساركوما، فيها تنطلق من العضل رابدوميوساركوما، فيها تنطلق من العظم اوستيوساركوما، فيها تنطلق من النيرف من الاعصاب من الجلد من الكونات اللي بتيجوا ايام بيكون في الانسجه ترابط بين الاعضاء، كمان ممكن هيدي يربط فيها تربط من الساركوما. مشان هيك الانواع كثير مثل ما عم نشوف كثير فاست، عندنا 50 نوع عائله واحده، بس اكيد مختلفين بالانواع وحتى مختلفين بتعاطيهم الطبيعي، يعني مش كل ساركوما بيشبه الثاني او بيتصرفوا او بيكبروا مع الوقت او البرونوستيك تبعهم زيته او العلاج زيته او طرق، فمشان هيك بنشعب هذا النوع من السرطان. يعني خلينا نقول نحن بنسميه لمرض الساركوما او سرطان الساركوما من نقطه انطلاقه، يعني بلش من الجلد بنسميه من الجلد، على عكس ما بيتداولوا الناس انه مثلا سرطان بالثدي او سرطان بالرئه. صحيح؟ تماما. طيب قد ايه فتره من بعد فتره ظهور الاعراض مفروض نحن نروح عند الحكيم؟ اوكي، هلا اجمالا الساركوما او الامراض الانسجه والعظم بتبلش منهم، ببلشوا بالاطراف، يعني تقريبا 60% ببلشوا بالاطراف بالايدين والاجرين، اقل ببلشوا بالترون بالجزع، يعني بالبطن بالصدر، القليل بيكون بالراس او بالمنطقه الحنجره. في ايام المريض ما بي اول شيء ما بيكون في الارت على الموضوع، يعني بشوف مثل طابه عم تكبر، كان بالاطراف بايده بركبته باجره من تحت بالكاحل، طابه عم تكبر، ما عم توجعه ما عم بتضايقه. اجمالا اول ريفلكس عند المرضى انه لحميه دهنه كيس، حتى الجراحين ممكن يفكر انه شيء كيس شيء دهنه طالعه، هون بتبلش المشكله. بس يكون في عندنا كتله عم ندسها عم بتوجعنا او ما عم بتوجعنا، مش ضروري توجعنا مش ضروري ما توجعنا، شو ما كانت كتله من 5 سنتيمتر وطلوع، هون لازم نستشير الطبيب. هون على الطبيب لازم يعرف شو لازم يعمل كبدايه للتشخيص، بعدين كيف بده يكفي العلاج تبعه. بس حكيم قلت انه حتى الجراح ممكن ما يعرف. مزبوط، في ايام ما هيدا بتصير ايام قصص شائعه انه بتصير بيكون المريض بيروح طلع له كتله، بياخذ هالكتله بيروح عند الطبيب بيقول له انا طلع لي كتله، بيقول له هيني بنشيل لك اياها، بفوت بشيلها وبتبين بعدين بالزرع انها هي نوع من الساركوما. هون ساعتها بلشنا بالخطا، يعني بس يبين كتله 5 سنتيمتر قد حجم طابه الجولف ممنوع ندق فيها قبل ما نشوف اختصاصي نصورها ناخذ بلان، نعمل مثل برنامج علاجي لها، لانه فينا نضيع بالاول والعمليه تكون شيء كثير هين، نصفي بعمليه كثير كبيره وتاثيرها كثير كبير على المريض. طب على من هالفكره حكيم، على اي اساس بيتم تشخيص وجود سرطان الساركوما بجسم الانسان؟ اوكي، التشخيص لكنها ببلش بنبلش من الحكيم من الطبيب من الفحص السريري، بشوف الطبيب هو هالكتله اللي مبينه عند المريض. هون بده يكون يجي ريفلكس براسه انه ممكن تكون نوع من الساركوما. بس مره واحده يصير عنده هالريفلكس بيعرف انه ما في دم بيفوت الشيء. ببلش هو هيدي بينت الدراسات انه اذا بدايه برنامج العلاج تبع هول الامراض كانت صحيحه بتاثر على السيرفي بعدين، يعني اذا كان بدايه خاطئه ممكن ناثر على المريض، اذا البدايه كانت صحيحه ضمن الاصول العمر بيكون ممكن المريض ما يتاثر على ما تاثر له من عمر المريض. سو مشان هالشغله في شيء مهم، هودي الامراض نادره مش كل في يشوف منها ومنا شائعه مثل سرطان الثدي، ممكن سرطان الثدي يشوف منه كثير الطبيب بحس حاله كثير في عنده ثقه انه ياخذ القرار فيه،
بينما هودي مع انه نحن بالطب بنقول ما في وان مان شو، هذا على طول في بيكون في لجنه طبيه بتاخذ القرار، ما حدا شخص واحد في حكم السرطان، هي مجموعه اطباء بتبلش من طبيب السرطان للطبيب الاشعه للطبيب الانسجه اللي بيقرا الانسجه للطبيب الاشعه العلاج الراديوثيرابي للجراح، كل هودي بيتفقوا على برنامج علاج. برنامج العلاج ببلش من النهار اللي بيجي المريض معه وتكلي بعد ما قلت لك عمل عملية ولا عملنا البيوبسي، هون بيعمل الصورة، الصورة بتنشاف مع تتناقش باللجنة، يعني بين هي هذا الأصول، لجنة تتناقش بالصورة يتقرر الخزعة، ومش حيلا حدا في يعمل خزعة، يعني الطبيب اللي بده يكون يعمل خزعة، الجراح بده يكون يعمل عملية لأن في له طريقة للخزعة الأصولة. تتاخد الخزعة تندرس تنقرا من طبيب أنسجة اختصاصي معود يقرا هالنوع من الامراض، هي بيقروها اثنين بيكون في دوب سيناتور عليها، بتاخذ القرار انه هيدي ساركوما، هون بنرجع من ضمن اللجنه بنحط البرنامج، مش على طول في عمليه، مش على طول في علاج كيماوي، مش دغري في اشعه، ايام بيكون في ترتيب، ايام نعمل علاج كيماوي اشعه ايام نعمل عمليه، ايام نعمل اشعه بعد العمليه. كل هودي بندرسه باللجنه مع الطبيب الاختصاصي بالاورام الجراح والطبيب الزعيم. طيب حكيم، خلينا نروح شوي لسبل العلاج، اذا ممكن نحكي عن انواعه واساليبه، هل يا ترى العلاج بيختلف بين الاعمار، بين الكبير بالعمر بين الصغير بالعمر، اذا ممكن كمان تحطنا بهالاجواء؟ اكيد العلاج بيختلف، لانه نحن هلا عم نحكي عن اورام الساركوما عند الكبار، عند الاطفال الاورام الساركوما بتيجي بنسبه اكثر، وعلاجهم اكيد بيختلف شوي اكيد عن علاج الكبار. بس اذا بدنا نحكي عن العلاج بصوره عامه، الكيماوي ولا مره شيموثيرابي، انا بسميها كيماوي شيموثيرابي، ولا مره شفى ساركوما، ساركوما لا يشفى الا بخصوص امراض الاطراف، لا يشفى الا بالعمليه الجراحيه. بس مش على طول في عندنا نحن ساركوما بيجي موضعي كثير هين، في يكون موضعي متقدم وفي يكون متفشي، اذا متفشي لا حاجه للعمليه، اذا انا بتفشى على الرئه هون ما عاد في لزوم نعمل عمليه. اذا متقدم موضعيا فينا ما نقدر نعمل عمليه، لانه العمليه ايام بتكون جايه على الاطراف على المفاصل، بتكون تاثيرها كثير كبير على المريض، فينا نغير طرف، نغير نعمل بروتيز، نغير المفصل، ايام بتضطر لبتر الاطراف، تاثيرها كثير كبير، عملنا عمليه. يعني الشفاء منه مستحيل؟ الشفاء بالجراحة أكيد لا أبدا، ما هيك مستحيل، بالعكس إن 60% بيجوا بيكونوا عندهم متموضع، هو ده نسبة السرفي عندهم على 5 سنين فوق 80%. بالعكس أنا اللي عم بقوله الشفاء منه بالجراحة، بس هل الجراحة بدها تكون جراحة صحيحة لأورام الساركوما، بدها تكون تنظيف كامل في إلها أصولة، مش حيلا جراحة بتنعمل هي بتشفي الساركوما، الجراحة بدها تكون شايلة كل الورم بطريقة مونو بلوك ونضيف الأطراف، تكون شايلين معها تصوير نضيف، ما تكون قاطعين بالورم وتركين شقفة بقلب الهيد، هي أهم شيء. مشان هيك اللي عم بقوله مش على طول بنروح دغري صوب الجراحة، أيام ناخذ علاج كيماوي قبل، علاج الكيماوي من بعده بنعمل الجراحة، وأيام إذا الجريد تبعها عالي والساركوما مقسم لأنواع، في الجريد الواطي بيكون انتشاره بطيء وفي الانتشار سريع، اذا انتشاره سريع وحجمه كبير مفروض نعمل مكملات من بعد العمليه مشان نقتل هالخلايا الصغيره اللي ما قدرت العمليه يمكن تنظفها. مشان هيك ما بيشبه كل مريض، ما بيشبه الثاني، مشان هيك حسب شو نوع الساركوما، الموقع تبعه، حجمه قد ايه حجمه بيكون، سرعته، الجريدنج تبعه، يعني اذا بيشبه كثير الخلايا الطبيعيه او ما بيشبهها او كثير شكله غريب، هون معناتها الجريدنج تبعه عالي، بتتصرف معه بغير طريقه. هول كلهم مؤشرات، على هول الاساس بنتخذ القرار. اذا بنروح دغري اشعه، نعمل علاج كيماوي قبل، في ايام نعمل جراحه قبل. على هول الاساس بنتخذ القرار. طيب حكيم، فينا نعتبره انه علاج صعب؟ يعني مرحلة العلاج بموضوع مرض الساركوما، او خلينا نقول بالعربي سرطان الانسجة والاطراف، هل علاجه شاق او صعب؟ العلاج
هو بالنهاية مثل كل الأمراض السرطانية في علاج كيماوي، أيام في عنا علاجات مهدفة مع أنه نسبتها كتير قليلة، بدنا نكون عاملين فحص موليكولار جيني للأنسجة لنشوف إذا بيمشي عليها علاج المناعي أو علاجات مهدفة، مع أنه نسبتهم قليلة. بعدنا اليوم الأغلبية هو الكلاسيك، العلاج الشيموثيرابي الكلاسيكي الموجودة. هذا العلاج مثل كل نوع الأمراض السرطانية، أكيد في دخول مستشفى، في ردات فعل للعلاج، هودي كلهم بيتابعهم الطبيب مع المريض. بس اللي أهم شيء بشدد عليه البرنامج البلان ثيرابوتيك، ما فينا نقرر وحدنا البلان ثيرابوتيك، مش أنا بعمل عملية ولا الجراح رح يعطي التريتمان، بده يكون في مساعدة أكيد عم بلجنة تقرر البلان. أهم شيء البلان ثيرابوتيك، لأنه بالنهاية نحن الهدف هو شفاء المريض. صحيح. إذا عندنا ساركوم بتموضع الهدف الشفاء، والشفاء نكون بأقل أضرار ممكنة. يعني مثل ما سبق وقلت لك إنه في أيام الجراحة بتضطر لبتر الأطراف، يعني عم تحكي عن إجمالا بيكونوا شباب، ينبتر أطرافهم بعمل كتير صغير، أيام في قرار يتاخد هيك، يعني ما فينا، بده يكون كتير البرنامج دقيق ومنتبهين لكل التفاصيل الجراحية والعلاجات قبل، مشان ما نكون نفوت بعملية كتير روتينات أو عملية قاسية دور تقيلة على المريض، يعني يتغير له طرف، ينحط عملية كبيرة، يعني مثلا إذا كان بالبطن بنشال، ينلزع على كلوة على نصارين ينشال، وبنضطر بنشاله مع المرض. مشان هيك الجراحة دقيقة أكثر ما هي، إذا بدي أقول لك صعبة، منو بالنهاية كل الأمراض في عندنا كيات صعبة في كيات هينة، بس انه بشدد على كلمه دقه واكثر من انه تكون صعبه. حكيم خلينا نروح شوي على موضوع كيف ممكن يتخبر المريض، يعني يمكن هي اكثر شيء صعب على الدكتور اليوم، انه يخبر المريض انه انت مصاب اليوم بالساركوما. طب شو الاساليب اللي بتتبعوها؟ كيف نفسيه المريض لازم تتهيأ؟ كيف بتساعدوا المريض لحتى يعرف بمرضه؟ هلا كمان مثل كل انواع الامراض السرطانيه، الحكيم في له طريقه خصوصي، حكيم الامراض السرطانيه بالانونس تبع الدياجنوستيك، او مثل اذا بدنا نخبر المريض عن المرض تبعه. اجمالا في منهم بيكونوا شباب، اهم شيء نعرف انه يكون المريض يمشي على ضوء، او يكون ننور له قدامه شو البرنامج اللي نحن قادمين عليه. لأن المريض كتير بيخاف من القصص الغامضة الطبيبية، اللي ما بيعرف شو ناطره، أكثر ما بيكون خايف من المرض بحد ذاته. مشان هيك أهم شيء ننور له الطريق قدامه، نقول له إنه نحن برنامجنا هيك، لازم نعمل هيك، أنت بتشفى بالعملية الجراحية، عملية جراحية لازم تكون هيك، إذا اضطرينا بتكون عملية جراحية كتير كبيرة، ما في عنا حلول غيرها، لازم نعملها لنشفى. أهم شيء ننور له الطريق قدامه تيمشي على ضوء، يعرف شو ناطره، شو نوع المرض، نفسر له شو نوع المرض اللي عنده، شو بيصير معه، رد فعل بالعلاج، شو روح على العلاج، يحس انه عم بيتفاجأ بقصص غريبة. نوضح كل شيء للمريض ليعرف على شو هو قاتل، على شو القصص اللي بده يقطع فيها، شو لازم يصير معه كرد فعل، شو كيف لازم يحمي حاله، كيف لازم شو لازم ينتبه بحياته اليومية، على شو لازم يركز. كل هودي أهم شيء المريض يعرفهم حسب ما أنا شو بلاقي، أهم من المرض بحد ذاته. الفتور بيسألك عن المستقبل، شو بده يصير معي هلا. صحيح. المرض إذا خبرته خبريات علمية ممكن ما يفهمها، ممكن ما يعرف يستوعبها، هو بده يعرف شو بده يعمل، شو بده يصير فيه. هذا لا لعنى الخبر. طب نحن كثير بنسمع اوقات انه شخص عمل عمليه لها علاقه بمرض السرطان وانشفى، بعد فتره رجع طلع له الورم. بموضوع الساركوما، ممكن بعد العمليه يرجع يظهر المرض مره ثانيه؟ اكيد، مثل كل هذا الشيء نحن ما بنتمناه في كل انواع الامراض. مشان هيك نحن بنبلش البرنامج يكون للاول، بدايه العلاج هي اهم شيء، المرحله الاولى هي اهم مرحله. كيف المقاربة لهالمرض هي أهم شيء، وبينت إنه هي اللي
بتفيدنا اكثر، بتعطينا سلفية اكثر اذا اهتمينا بالبدايه على الشكل بالاصول مثل ما لازم. بس للاسف هذا الشيء موجود، يعني حتى لو كان بالاول كانت المتابعه مضبوطه 100% والبرنامج دقيق والعمليه كانت كثير ناجحه، في امراض ترجع بتبين مع الوقت للاسف حسب قوه النوع من الساركوما. كيف بنتابع المريض اليوم؟ حكيم، اليوم بعد ما نخلص العملية وخلص يعني الشخص انشفى من الساركوما، كيف بنتابعه للمريض؟ في سيستم معين بنصير بنمشي عليه؟ متابعة المريض هو أهم شيء بزيارة روتينية عند عند المريض عند الحكيم. في فحوصات بنعملها، أهم شيء نتابع محل ما صار في العملية، اللي بنضطر نعمل فحوصات دم، فحوصات صور سكانر، وين بنضطر نعمل ام ار اي، او لمتابعه المرض عند عند المريض اللي هو اذا بدنا نقول نحن هو الشفي منه، بس نحن بنضل نراقب، واهم شيء بنضل نصور القفص الصدري الروايه، نحن بنخاف انه ينتقل على الروايه بعد كذا سنه لقدام في المريض ما يعرف، مشان هيك بنطلب ايام صور روتينيه فحوصات نضل نتابع، إذا لا سمح الله ببين المرض يروش عند المريض بنكشفه بكير بنقدر نلحق نعمل شيء موضعي أو نقدر نعمل شيء علاج سريع قبل ما يكون فشل بصورة كتير قوية. طب في سبل للوقاية اليوم لحتى نحمي حالنا من الساركوما أو لا؟ هذا بيجي فجأة مثل ما نوهنا ببداية حلقتنا. سبل الوقاية معنا نحن بالأمراض الساركوما ما في فحوصات الكشف المبكر مثل بالثدي بسرطان القولون. بس انا اللي بقول انه كل مريض او كل شخص بشوف كتله حجمها 5 سنتيمتر مقطوع وين ما كانت موجوده عم بتوجع او ما عم بتوجع او كل شيء عم بحس فيه كتله ببطنه او عم بصير معه عوارض عم بيضعف يستشير الطبيب، لانه بالبدايه اذا كانت الاورام متموضعه باول مراحلها اكيد اهلي تعاطي معها من أورام متقدمة موضعياً أو منتشرة. مع إنه ما في عندنا مثل الأمراض الثدي كشف ممكن، بس الإنسان لازم هيدي من الشخص يكون في عنده الألات بس يشوف هيدي الكتلة أو يدس شيء غريب بجسمه، شيء عم يتفخ أو عم يتورم بجسمه يستشير الطبيب. مسببات مثل ما قلت بالأول أغلب الأحوال ما عندنا مسببات، في منهم ما بيكون في عندهم لا مشاكل وراثية ولا متلاقيين أشعة ولا بيشتغلوا بمواد كيماوية وبتصير. طيب حكيم، ضل معي دقيقة واحدة، ضل معي دقيقة واحدة، أنا بدي رسالة منك بما أنه نحن بشهر التوعية يلي خصصته جمعية بربرة نصار لمرضى السرطان عن موضوع مرض الساركوما، إذا ممكن هيك برسالة أخيرة للمريض ولحتى الشخص كمان الغير مريض أنه ينتبه على حاله، هيك برسالة سريعة. أوكي، هذه رسالة سريعة اليوم بشهر التوعية لأمراض ساركوما للأنسجة والعظم. أهم شغلة هي مثل ما قلت كذا مرة ضمن هالمقابلة، إنه بتبلش من الشخص من كل إنسان، بس يلاقي شيء غريب تنفخ أو تورم غريب بجسمه يستشير الطبيب، وقت يستشير الطبيب لازم الطبيب كمان، هي رسالة للطبيب إنه يمشي على الطريق الصحيح ويخلي براسه احتمال انه يكون في امراض ساركوما او امراض نادره، لا يتبلش خطه علاجيه او برنامج علاجي للمريض من بدايه التشخيص لنهايه العلاج، تكون ضمن لجنه ما في حدا اليوم يفرد بالراي او ياخذ قرار لحاله، هي لجنه، هي من طبيب معالج سرطاني لجراح حكيم زرع بيعطينا النتيجة المضبوطة والنوع الصحيح، لحكيم أشعة طبيب العلاج بالراديوثيرابي، كل هؤلاء بده يكونوا ياخذوا القرار طيب المريض ينحط على السكة المضبوطة، لأنه كثير بتفرق إذا المريض كان بسكة خاطئة تفرق على النتائج والتأثرات بعدين. دكتور ألان ظاهر، أنا بدي أتشكرك كثير، حضرتك متخصص في علاج الأورام الخبيثة وأمراض الدم، شكرا لوقتك وشكرا لهالمعلومات القيمة. شكرا لكم، ميرسي. شكرا.